السلام عليكم أمراض الكبد النيجر. اليوم في شان الجزائر 2023 مربوط المايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. أمراض النيجر ضد الكاميرون في كأس أمم أفريقيا المحليين. هل يستجمع بين الفريقين في إطار الجولة الهامة في بطولة أمم أفريقيا اليوم، وذلك في لقاء هام جدا ينتظر عشاق كرة القدم، لأن النيجر المحليين يبحث عن تحقيق الانتصار على حساب الكاميرون في هذا اليوم، وبالتالي يأمل الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية هامة وذلك لإضافة 3 نقاط هامة في مسيرته، ولكن الكاميرون يأمل هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية. يستأنف النيجر المحليين مشواره ضمن بطولة أمم أفريقيا للمحليين بواجهة الكاميرون اليوم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة ونرجو وضع المايك والاشتراك في القناة.